اهلا وسهلا متابعي رويال. النهارده ان شاء الله معانا فرصه قويه جدا على زوج النيوزيلندي دولار باستخدام تحليل هرموني. تعالوا نشوف مع بعض على الشارت. كما هو موضح امنا على الشارت، تم تكوين نموذج شارك شرائي مع ترند صاعد لدعم الصعود. منطقه الشراء بين 71.48 حتى 71.34، وفي انتظار برايس اكشن كمفتاح دخول عند منطقه الشراء والارتداد من الترند الصاعد. وقف الخساره بيكون 71.30 والاهداف بتكون 71.86، هدف تاني 72.2، واخيرا هدف تالت 72.18. لو محتاج تحليل اي زوج تقدر تكتب لنا في التعليقات وهنرد عليك في الفيديو القادم. كان معكم مايكل ايوب من القاهره، دمتم بخير.